فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. عندما يواجه فريق العاصمي فريق روما ايضا ناقلة عبر قناة الشارقة الرياضية حصريا في المباريات المنقولة. نشاهد ونتابع الان قبل انطلاقة الشوط الاول في هذا اللقاء، ونتمنى بان نستمتع ونشاهد متعة كروية في ارضية الملعب في هذا اللقاء بين الفريقين. برشلونة مع الاسماء الحاضرة اليوم يبدأ مع حارس الكبير تير شتيغن الحاضر في هذا المساء، وايضا بيكي، خوردي البا، وسيرجي روبرتو، وايضا سميدو، ديونغ الحاضر في هذا المساء، وايضا تشاهد في الامام اللاعب غريزمان، وايضا سواريز وعثمان ديمبلي. كل هذه الاسماء الموجوده مع المدرب الاسباني فالفيردي الذي ياتي بهذه الصوره مع هذه الاسماء الحاضره في هذا اللقاء. ايضا هناك اللاعب الين الحاضر ايضا في هذا اللقاء، يعني اسماء موجوده، وايضا هناك دكه احتياط حاضره في صفوف فريق برشلونه. بينما ياتي المدرب الايطالي الاسم الكبير كارلو انشيلوتي، المدرب الذي ياتي في هذا اللقاء ويتمنى ايضا مع تشكيلته في هذا المساء بان يقدم الصوره المغايره عما قدمه في المباراه الاولى امام فريق برشلونه. ياتي اليوم مع حارس المرمى ميريت، وايضا في خط الدفاع مع فوزي غلام اللاعب العربي الجزائري الموجود في هذا اللقاء، وايضا هناك مانو لاس يسرى، محاول نوعا ما لارضيه الملعب، يعني هل راح تساعد اللاعبين في هذا اللقاء خاصه في المباراه الماضيه وقبل ايام، يعني قبل ايام الان تعود لصالح فريق برشلونه. محاوله لكن هنا مباريات وديه، لكن هنا سيميدو يحاول الان، هذا البرتغالي الخطير في نقله داخل منطقه الجزاء، لكن الكره الماضيه ايضا ابعاد بصوره جميله في اللقطه الماضيه والى خارج الاخيره. لاحظ اليوم برشلونه مع اللون الاصفر، واللون كانت تتامل وكانت يعني تتمنى بمشاركه وتواجد الاسم الكبير صالح فريق برشلونه. العرضيه المثاليه، لكن الكره ايضا عادت سهله الى حارس التي يتمناها المدرب فالفيردي. هنا الكره والتسديده، لكن يعني خط الوسط لا، هناك الاسماء سيرجي او سيرجي ايضا بوسكيت الموجود، وايضا هناك ايفان راكيتيتش معظم الماء. سواريز نقل الكره مع اللاعب غريزمان في اللقطه الماضيه الحاضر، وايضا هناك ليو ميسي، سواريز، وايضا هنا المحاوله الله على، والتواجد ايضا الاسم العرب فوزي غلام الحاضر في هذا اللقاء. نابولي الاسم الايطالي الكبير الذي دائما ما يصارع ويكون ند قوي مع فريق اليوفي من خلال الدوري وخاصه في الموسم الماضي. الكرة والتمريرة، لكن هناك الراية حاضرة بتشكيلة الأساسية. هنا الكرة والمحاولة، سواريز يحاول داخل منطقة الجزاء، أمام سواريز يحاول، هذه خطيرة، فيها كرة الآن داخل منطقة الجزاء. هل نشاهد الأول؟ هل نشاهد مع اللاعب بيكي؟ لاحظونا الكرة، لاحظونا الاستلام والمحاول، لكن عثمان ديمبلي الأول، لكن الكرة عدت بجوار القائم وإلى خارج أرضية الملعب. غريزمان حاول في اللقطة الماضية، لاحظ التمريرة والتفاهم الآن بين اللاعب سواريز وأيضا اللاعب غريزمان في اللقطة الماضية، لكن الكرة بجوار القائم وإلى خارج أرضية الملعب. الى النقله بصوره جميله، العرضيه المثاليه، لكن دفاعات نابولي اليوم يعني مع اللاعب مانولاس وعبل لاشي، وبعدها ايضا تقابل الفريقين ضمن الاستعدادات. ركله ركنيه، العرضيه حاضره، لكن فيها محاوله تسديده في، وايضا الكرات اللي تعودنا مع فريق برشلونه. لاحظونا الكره والعود مع اللاعب فرينكي ديو يلعبها، انتقالات لبعض اللاعبين، وهنا المحاولة، لكن الكرة الماضية ديونغ في اللقطة الماضية، وأيضا هناك صافرة عندما تحدث عن يعني السؤال لأجل هل تتمنى بأن بالتعاقد مع اللاعب نيمار، لكن راح نشاهد ونتابع الآن. هناك صافرة وخطأ الآن لصالح فريق نابولي، خطأ في مكان جميل. ولاحظ الكرة مع تقدم اللاعب بين حارس الالماني، العرضيه الان حاضره، فيها كره في مكان، لكن الكره بتتخلص من بيك اللي تواجد مع فريق نابولي، وايضا توسم 2013-2014 ويتواجد والسنوات بتواجد ايضا اللاعب مع هذا الرجل كارلو انشيلوتي.
الاسم الكبير الطليان. لاحظ الكرة الآن في منتصف الملعب لكن الصافرة حاضرة، وهل هناك أيضا فعل خطأ؟ سقوط اللاعب مانولاس الاسم اليوناني الحاضر. نقلة إلى الأمام، المحاولة لكن بدون فعالية أمام فرق كبير، خاصة عندما تتحدث عن ليفربول وحقق ميلان وإنتر ميلان وكل هذه الفرق التي تعشق هنا الكرة. والمحت الأخيرة قبل انطلاقة الموسم الكبير للدوري الإيطالي، تتكلم عن فريق برشلونة، خاصة هذا الفريق لديه عشاق في كل ما ذهب في أي بقعة من الأرض، تشاهد جماهير قوية حاضرة. طالح فريق نابولي، نقل الكرة إلى الأمام لكن الكرة بتتخلص بصورة جميلة. التواجد اليوم ملك ربما في دكة الاحتياط، ودنا بهدف من اللي راح يبدأ ويسجل أول أهداف. هنا المحاولة لمكان لكن الكرة مستمرة، لاحظ الكرة، الكرة الكرة مستمرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة. هل نشاهد الهدف الأول؟ لكن الكرة الماضية استدت عادت وإلى خارج أرضية الملعب. يأتي التدخل الدفاعي في اللقطة الماضية، وأيضا الكرة عدت عن طريق اللاعب مارتينيز. الكرة مستمرة في مكان، هذه خطيرة. هل نشاهد الهدف؟ هل نشاهد الهدف؟ هي تسديدة، في تسديدة قوية في اللقطة الماضية، عثمان ديمبلي، لكن الكرة استدت، الكرة استدت. محاولات قائمة، محاولات قائمة وفرص موجودة، لكن الفرص ما تستغل بصورة يعني بصورة مثالية من جانب لاعبي فريق برشلونة. لاحظ اللقاء، كرة الآن مستمرة فيها محاولة، هل نشاهد التسديدة قوية؟ لكن الكرة تماما بعيدة في اللقطة الماضية، عدت مع اللاعب فابيان رويز وإلى خارج أرضية الملعب. أيضا أتت صافرة حكم اللقاء، لاحظ الكرة، لاحظ هذه الكرة الأخيرة، هذه الكرة الأخيرة عد، شلون ضاعت هذه الكرة يا رويز في اللقطة الماضية. لكن ايضا الكره، وايضا شاهدنا صافره حكم اللقاء مع اللاعب جريزمان يحاول المرور في اللقطه الماضيه، لكن حكم اللقاء يقول ما فيش، ما فيها شيء في اللقطه الماضيه. المطالبه بالخطا وسقوط اللاعب الفرنسي جريزمان بهذه الطريقه 4-3-3. لكن الكره الان ملعوبه، هنا الاستلام رياضيه، لكن لدينا كره الان، عثمان ديمبلي، المرور الجميل، فيها تسديده، لكن يا سلام، يا سلام على المرور، وأحلى أيضا من حارس المرمى أليكس مير في اللقطة الماضية. محاولة فوزي غلام يلعب الكرة العرضية، فيها محاولة لكن الكرة بتتمنى، يتمنى من خلال هذا الموسم بأن يكون الرقم الصعب. لاحظ هنا الصعب دائما مع سواريز، لكن الكرة الماضية عدت وإلى خارج أرضية الملعب بطيرة، فيها محاولة، الكرة عادت الآن، هل يسجل قبل نهاية الشوط؟ لكن لم يستغل الفرص بصورة مثالية فريق برشلونة. اقلا في الجهة اليمنى، العرضية حاضرة في مكان، لكن الكرة يعلن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي من جانب الفريقين برشلونة ونابولي هنا في المباراة الودية التي تجمعهم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. عزيز المشاهد، استراحة قصيرة الموسم الماضي بينما فريق نابولي الذي تواجد في المركز الثاني، وايضا شاهدنا فرصه مهدره من جريزمان، التسديده، لاحظ الكره، الله، سواريز الان يسجل اول اهداف في هذا اللقاء، لدغه سواريز مع الكتالوني يبدأ الآن ويسجل أول أهداف في هذا اللقاء. الفرحة البرشلونية، ما أجملك، ما أروعك، سواريز دائما صديق الشباك، ويتقدم ويسجل، هو اللي مر خلاص راح يتقدم وراح يحاول الآن بالعودة لمجريات اللقاء. لاحظ هنا كيف في هذا اللقاء، كرة الآن ملعوبة من ركلة ركنية، سواريز التسديدة لكن ما مشت في اللقطة الماضية وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. تعود الكرة، برشلونة هو الأفضل تماما، لاحظ الكرة والمحاولة، لعبها هي محاولة، نقلة بينية جميلة، يا السلام، يا السلام، يا السلام، الله 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 الله، الله على التمريرات، الله على النقلات،
ويسجل جريزما أخيرا، يسجل للكتالوني لبرشلونة، يتقدمون بالهدف الثاني. لكن لاحظ التمريرات، لاحظ النقلات، لاحظ الكرات اللي سجلت بعد قبل الهدف، لاحظ النقلة، النقلة الرابعة وجريزما. ديمبلي الخطير هو الوحيد اللي ما سجل، هو الوحيد ما سجل. الله يا السلام، هدف جميل. سواريز عاشق الشباك، يسجل. ما أجملك ما أروعك يا سواريز بالهدف الجميل، يتقدم لصالح برشلونة، يسجلون لدغة فريق برشلونة. هنا المحاولة الآن، فيها كرة والتسديد. الله 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 الله، عثمان ديمبلي يبصم بصمته، وبالأربعة يتقدم برشلونة، يتقدم برشلونة. اليوم يوم المهاجمين، وسواريز سجل وجريز ما سجل، ويأتي الآن عثمان ديمبلي ويبصم بصمته.